بير شباطو على روعة القدروت وبأس من نزلوا على روعة القدروت وبأس من نزلوا مدينة البيضاء يا درب من رحلوا مدينة البيضاء يا درب من رحلوا أبناؤك الشهداء اليوم قد نزلوا أبناؤك الشهداء اليوم قد نزلوا اليوم قد نزلوا اليوم قد نزلوا اشهد يا ذو الجنبين في يومك 14 اشهد يا ذو الجنبين في يومك 14 وطني أنار الدرب والنصر مشتعلوا وطني أنار الدرب والنصر مشتعلوا في يقظة الفلاح في صرخة العامل في يقظة الفلاح في صرخة العامل في ثورة الجمهور يا شعبنا البطل في ثورة الجمهور يا شعبنا البطل المتفاس يا درب من رحلوا مدينة فاس يا درب من رحلوا أبناؤك الفقراء اليوم قد نزلوا أبناؤك الفقراء اليوم قد نزلوا اليوم قد نزلوا واليوم قد نزلوا وحسينا وحسينا في 20 يونيو بالراس أسعد مونا عصينا وعصينا ورفع خشد جنبي بالراس اسعد مونا ورفع خشد جنبي عصينا وعصينا ايش يرايو بالراس اسعد مونا ايش يرايو. تحية نضالية للجميع من داخل الجمعية الوطنية لحملة الشواذ المواطنين بالمغرب. بوكرين عبد النبي رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشواذ المواطنين بالمغرب فرع فاس. بطبيعة الحال حضورنا في هذا الشكل النضالي هو حضور من أجل تخليد ذكرى للشهداء، ذكرى الانتفاضة المجيدة ال 84، انتفاضة ذكرى 39، كذلك تخليد ذكرى 35 للاستشهاد الزبيدة خليفة وعادل الأجراوي اللي سقطوا بالرصاص الحي 20 يناير 88 من داخل مدينة فاس من داخل الساحة الجامعية ظهر المهرز. بطبيعة الحال كذلك حضورنا هو استمرار على الخطة ديال الشهداء وديال المعتقلين، هو استمرار في المعركة اللي كنخوضوها من أجل المطالب العادلة والمشروعة. أهم هو الشغل والتنظيم بطبيعة الحال اللي كيأثر المعركة ديالنا بشكل عام، كذلك من أجل الضغط على الناس اللي كيدعيوا التحمل المسؤولين داخل مدينة فاس لتنزيل الوعود اللي ديجا قطعوها معنا في مجموعة من الحوارات السابقة. وتحية نضالية لكم.